حاجة مهمة جدا لازم نتساءل عنها احنا كجمهور، ألا وهي التكلفة. لازم نسأل كده زي ما قال سيدنا، تشكك وبعدين نسأل، بس ما فيش حاجة ببلاش زي ما انتوا عارفين. الوزير قال في الفيديو ان التكلفة 21 مليار، ولكن للأسف ده كمان طلع كلام مش دقيق، لأن التصريحات الرسمية كلها بتتكلم على 25 مليار دولار، عدلها الروس بعد كده ل 45 مليار بفوائد القرض. تعالوا كده نفتكر مع بعض وشوف 2018 بتكلفة 25 مليار دولار 10 معلومات عن محطة الضبعة النووية. يعني من 3 سنين واحنا عارفين ان تكلفة هذا المشروع 25 مليار، ازاي يطلع الوزير النهاردة يقول لنا 21؟ ما حدش عارف. وادي اهو روسيا ترفع قيمة قرضها للمفاعل النووي المصري ل 45 مليار دولار، والكلام ده اكتوبر 2018. هل الوزير النهاردة كان بيحاول يدلس، بيحاول يضلل؟ مش عارفين. ده سؤال بنحب نسأله لسيادة الوزير، واحنا عارفين قيمة المشروع من سنين طويلة. بس احنا هنبدأ تنفيذ امتى يا جماعة؟ وايه اللي معطلنا كل هذه السنوات؟ احنا اول توقيع حصل لهذا المشروع من 2008 ايام عهد مبارك. من الحاجات برضو اللي فيها تضارب، مرة يقولوا هنبدأ 2020 ومرة يقولوا هنبدأ 2021، ولحد الآن ونحن في أيام وساعات قليلة من نهاية 2021 لم نلمح أي ملامح لبدء التنفيذ الحقيقي للمحطة النووية في الضبعة. خلونا كده نفتكر مع بعض 2019 لما طلعوا قالوا يا جماعة إحنا هنبدأ 2021، في أوائل 2021 هنبدأ بناء، عفواً 20، بناء الضبعة النووية برضه بنفس التكلفة اللي احنا قلنا عليها من شوية. 2020 عدى، و2021 هو كمان عدى، وادي اهو الخبر في يوليو اللي فات، مصر تبدأ تصنيع أول أجزاء محطة الضبعة النووية الشهر المقبل، يوليو اللي فات. وجه الشهر المقبل والشهر اللي بعده والشهر اللي بعد بعده ومفيش حاجة. احنا نفسنا نصدق يا جماعه، احنا فرحانين بهذا العرض والباوربوينت اللي شغال على البروجيكتور، والناس عماله تشرح، وفي مش عارفه كم فدان هنا، وفي مش عارفه كم محطه هنا، واحنا نفذنا كذا كذا يا فندم، والماسوره مش عارفه عرضها كام، واحنا عندنا هنا كم الف مش عارف. احنا نفسنا نصدق الكلام ده. مين يكره ان البلد تتطور وتتقدم ويبقى بالفعل امر واقع؟ ولكن احنا متعودين ان كل مره نيجي ندور وراهم، والله يا جماعه احنا هنخلص المشروع ده السنه الجايه، اصبروا علينا بس 6 شهور. نيجي بعد ال6 شهور ما نشوفش اي حاجه حصل. طب اصبروا علينا 2 سنين والبلد هتبقى زي الفل. نيجي بعد ال2 سنين ما نلاقيش حاجه. مصر في 30/6/2020 هتبقى في حته تانية خالص. طب ما هو عدى بقاله اكتر من سنه ونص مثلا. فاحنا مش جديد علينا ان احنا نطلع نشكك، لان احنا من حقنا نشكك. احنا من حقنا 100% كشعب وكاعلام معارض نطلع نقول فين الوعود اللي حضرتك وعدتها من ساعه ما جيت؟ مفيش ولا وعد تحقق. طلع في نوفمبر اللي فات على طول هذا العنوان، مباحثات مصريه روسيه حول موقف تنفيذ محطه الضبعه. يعني بعد كل هذه التواريخ اللي شفناها في الإعلام وفي الصحافة، الشهر الجاي. طب السنة الجاية هنبدأ. طب هنشوف. طب هنكلف 21. طب ولا هنكلف 25 ولا هنكلف 45؟ هذه هو الخبر بتاع المشاكل. أيوة، المباحثات المصرية الروسية حول موقف تنفيذ محطة الضبعة. الكلام ده نوفمبر اللي فات مباشرة. يعني حتى موقف التنفيذ لسه فيه عليه مباحثات حتى الآن. طب إيه السبب؟ إيه سبب التأخير؟ الفكرة ببساطة إنه لا خلاف سياسي ولا يحزنون، ولكن الموضوع كله تأخير دعم فلوس النظام، واللي الظاهر إن العاصمة الإدارية الجديدة فلسته، فمش لاقي فلوس يصرف على المشروع اللي طلع بيه السما وعمل عليه بروباجندا ضخمة جدا في 2015، لدرجة إن رئيس الشركة الروسية طلع وطالب بكل وقاحة بفرض ضريبة على المصريين عشان يجمعوا الـ4 مليار دولار عشان نبدأ يا جماعة ننفذ المشروع اللي بقالنا سنين وسنين مش عارفين ننفذه.
اعملوا اي حاجه، افرضوا ضرائب. ادي اهو الخبر، تكلفتها تقارب 4 مليارات دولار. مدير الضبعه النوويه يوصي باصدار ضريبه لتغطيه مبلغ الانشاء. انتوا متخيلين يا جماعه؟ يوليو اللي فات بيقول لهم اتصرفوا، افرضوا ضريبه زياده، ما انتوا بتفرضوا كتير، يعني جت على دي وفروا لنا 4 مليار باي وسيله عشان نبدا ننفذ المشروع. طلع خبر في يوليو برضو يقول لك تاخر تنفيذ الضبعه النووي في مصر لخلافات مع روسيا ام ضغط الديون. بيتساءل هل فعلا في مشكله بسبب الطياره اللي وقعت والكلام ده، ولا الموضوع قصه تانية خالص. مدير الشبكه الروسيه المنفذه لمشروع مفاعل الضبعه النووي جريجوري سوسنين وفي ندوه للشركه بالقاهره في 12 يوليو اللي فات طالب الحكومه المصريه بفرض ضريبه على المصريين لجمع 4 مليار دولار لاستكمال تمويل انشاء المشروع. مصدر في هيئه الطاقه الذريه المصريه فضل عدم ذكر اسمه، قال ان المشروع مستمر وبدا فيه البناء فعلا واصدار التصاريح لانه يحقق مصالح مصر وروسيا معا، واوضح ان التاخير لاسباب ماليه، واعتبر مطالبه سوسنين اللي هو الروسي امرا غير لائق، ولكنه قال ان هذا ربما لتاخر الاعتمادات. المسؤول الروسي اشار ضمنا لتاخير تنفيذ المحطه لاسباب ماليه، وركز على المكاسب التي ستعود على مصر من اقامتها ليذيب الجليد الناتج عن تحفظ مصر على موقف موسكو بشان سد النهضه وتوقيعها ايضا اتفاق عسكري مع اثيوبيا. يعني الموضوع ملوش دعوة بسد النهضة، في جليد زي ما بتقول الصحيفة، وده تحليل الصحيفة للأمر، ولكن في نهاية المطاف السبب الأوحد والوحيد هو التمويل والمليارات التي لم تتوفر لإنشاء هذا المشروع.